عندي اول حاجه كده الاصل لكلمه الدستور ديت تعود الى اللغه الفارسيه. يبقى كلمه الدستور الاصل بتاعها بيعود الى اللغه الفارسيه. كان ساعتها معنى الدستور بيجي بالدفتر او الاذن او الترخيص الاساسي الاصل. كل ديت كانت معاني لكلمه الدستور في اللغه الفارسيه. ثم بعد ذلك انتقلت هذه الكلمة إلى اللغة العربية، وكانت ساعتها بتستخدم بكلمة النظام السياسي أو نظام الحكم. يبقى كلمة الدستور بدأت تروح للغة العربية، كان بيتم استخدامها بمعنى أو بلفظ النظام السياسي أو نظام الإيه؟ الحكم. ثم بعد ذلك ذهبت إلى مصر. يبقى كانت الاول في اللغه الفارسيه، بعد كده اللغه العربيه، بعد كده مصر. الكلمه ديت اللي هي كلمه الدستور ما كانتش بتستخدم الا من سنه 1923. يعني كلمه الدستور في مصر تم استخدامها بعد سنه 1923. امال قبل 1923 كان بيتم استخدامها ازاي؟ كان قبلها بتستخدم هذه الكلمه بمعنى القانون النظامي او بلفظ القانون النظامي. يعني كان ساعتها اللفظ السائد قبل سنة 1923 كلمة الدستور كانت القانون النظامي. ده بالنسبة للغة الفارسية واللغة العربية ومصر. طب تعالوا نروح كده للمعجم الوجيز. تعالوا نروح للمعجم الوجيز. الكلمة دي اللي هي الدستور، احنا كل ده بنتكلم في المعنى اللغوي، يعني كان اسمها ساعتها القاعدة التي يعمل بمقتضاها، أو الدفتر الذي يكتب فيها أسماء الجند. كل دي كانت معاني في المعجم الوجيز. طب القانون بقى، طب القانون أهو، في القانون بقى كان معناها إيه؟ في القانون كلمة دستور أي مجموعة القواعد الأساسية التي تبين نظام الحكم في الدولة، يعني النظام الحكم بين الدولة والأفراد. يبقى في القانون مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيه ومدى سلطتها إزاء الأفراد. ده بالنسبة للغة الفارسية واللغة العربية وفي مصر وفين في المعجم الوجيز. طب في القانون خلاص قلنا. طب في اللغة بقى الفارسية، الفرنسية آسف، خلي بالك بقى عشان اللغة الفارسية تشبه اللغة الفرنسية، والأسئلة بتيجي خلي بالك بين الاتنين دول عشان الاتنين بيلخبطوا. يعني مثلا يجي يقول لك في اللغة الفارسية يقوم جايب لك المعاني بتاعة اللغة الفرنسية، أو يجي يقول لك في اللغة الفرنسية بتيجي بمعنى الإذن أو الترخيص أو الدفتر أو كده. لا خلي بالك دي الفارسية مش الفرنسية، الكلمتين شبه بعض. اللغة الفرنسية بقى كلمة الدستور أو القانون الدستوري بتيجي فيها بمعنى إيه؟ بتيجي بمعنى التركيب أو البناء، أو التركيب والبناء الاتنين مع بعض. يبقى بتيجي بمعنى التركيب والبناء، وساعات تيجي بمعنى الترتيب. خلي بالك الفرنسية تركيب وبناء وترتيب، إنما الفارسية دفتر وإذن وترخيص وأساسي أو أصل. تاخد بالك من الفرق عشان ما تتوهش، هنا حاجة وهنا حاجة، الكلمتين شبه بعض. يبقى احنا هنا كده ده بالنسبة للحاجات اللي ايه اللي ممكن يتم التلاعب فيها. طيب ساعات بتيجي برضو كلمة الدستور ديت بمعنى مجموعة القوانين اللي بتبين النظام الأساسي. احنا لو جينا نبص أصلا هنلاقي إن كله شبه بعضه. يعني من خلال التعريف ده بقى بيتضح لينا وجود دستور. يعني لما نيجي نقرا التعريف دي كلها نلاقي ان في دستور للاسره. التعريف ده بيقول ان في دستور للاسره، في دستور للنظام الاداري في الدوله، في دستور للنظام القضائي. هنا للنقد نلاقي ان الحته ده انتقدت ليه؟ لان كل الكلام ده احنا عارفين ان هو بيخضع لقوانين خاصة به. يعني مثلا النظام القضائي احنا بناخده في قانون المرافعات، القواعد الجنسية للشخص مثلا احنا بناخدها في القانون الدولي. بقى النقد، عارف ده لا يتطابق مع المدلول الفني للكلمة.
كلمة القانون الدستوري انت عمال تقول لي دفتر واذن وترخيص والقانون الاسرة ليه دستور والشركات لها دستور علاقات العمل لها دستور، كل الكلام ده ما بيتطابقش مع المدلول الفني لهذه الكلمة اللي هي كلمة الدستور. تاني حاجة توسعة مبالغ فيها، التعريفات دي كلها فيها توسعة زي ما قلت أسرة وعلاقة دولية وأفراد وشركات وكل ده أصلا زي ما قلنا بيخضع لقوانين بتنظمه، يبقى هنا في توسعة مبالغ فيها. تمام؟ أهو هاجي الناحية دي عشان تشوف. كمان قال لك إن التعريف دوت بيفرض تدرج في موضوعاته. يعني إيه؟ يعني عامل لكل موضوع دستور، يعني حاطط لكل موضوع دستور، التنظيم الإداري والتنظيم القضائي والجنسية والقانون العام زي ما وضحنا، مش هنقول تاني. تمام؟ يبقى دي بالنسبة للنقد اللي اتعرضنا. يعني حتى احنا بعد ما نقدنا هذا التعريف إلا إن في بعض الدساتير زي الدستور 1971 جايب حاجات جواه هي يعني مش متعلقة قوي بالمواضيع الدستورية. زي إيه؟ الدستور ده اللي هو 1971 ده موجود فيه في بعض المواد اللي جواه، يعني احنا ما بنوضحهاش قوي لأن دي مش بتبقى عليك حفظ، أرقام المواد مش بتبقى عليك حفظ، او الابواب او الفصل او الكلام ده. ان مصر جمهورية مصر العربية بتنقسم الى وحدات خلاص من محافظات ومدن وقرى. ان السلطة القضائية سلطة مستقلة. ان الشرطة هيئة مدنية نظامية. كل ده موجود في الدستور، خلي بالك ان كل حاجة من دول لها تنظيم خاص بها اصلا. الصحافة سلطة شعبية مستقلة. الكلام دوت المفروض ان هو مش دستوري بحت، يعني المفروض ان المواضيع دي مش دستورية بحت. واخدين بالكم؟ يعني دي مش مواضيع دستوريه بحته اصلا. دي حاجات خاصه ليها تنظيم خاص بيها زي ما وضحنا، ولكن يعني فعلا كانت موجوده في الدستور رقم 1971. ان شاء الله الحلقه الجايه احنا المفروض نكمل، المفروض نكمل، بس انا مش عاوز اصعب الامر عليك، عايزك تخلص الحلقه وتبقى اما تحب تكمل تخش في الحلقه اللي بعدها. الحلقه الجايه نتكلم عن المعنى التاريخي للقانون الدستوري والمعنى الشكلي. وبعد كده ان شاء الله في معانا المعنى الموضوعي، وده معنى كويس جدا ومهم. وبعد كده هنخش في الباب الثاني اللي هو مصادر القانون الدستوري، بتنقسم الى حاجتين، مصادر مكتوبه ومصادر غير مكتوبه. كل حاجه من دول هنشرحها وان شاء الله مش هنتاخر في الشرح. اشوفكم على خير الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.